طبعا شرف لينا وشرف لمحافظة وادي دجله كلها ان احنا طلع من عندنا بطل اسمه محمد احمد حموده، بطل العالم في الاولمبياد الخاص في لوس انجلوس، فحاجه شرفنا وما يقلش اهميه عن افتتاح قناه السويس الفتره اللي فاتت. معانا البطل دلوقتي، بنقول له الحمد لله على البطل، الف مبروك، وبنقول له ايه اللي وصل كابتن محمد احمد حموده لامريكا وعمل ايه، وعرفنا كده الحاجات اللي حصلت. محمد احمد حمود عبد الله من الوادي الجليل الراشد الراشد، كنت بطل الجمهورية، تمام، تمام ورحت أمريكا، تمام وفيت على بطل العالم. قابلت كم دولة كابتن محمد في الفرق؟ عدد كتير يعني حوالي كم دولة؟ ايه اللي فاكرهم كده وصفيت معاهم في التاريخ؟ صفيت مع الهند تمام واليابان، تمام تمام، تمام وصفيت مع الصين تمام إسرائيل، وإسرائيل تمام وكابورا. تمام تمام ده اللي اهل كابتن محمد انه ياخد اول علم في الفرد، تمام كده؟ تمام طب في الزوجي حضرتك برضه انا شايف ميداليتين في الزوجي، زوجي مختلط زوجي وزوجي عادي، مختلط هو زوجي عادي خدت تاني علم مش كده؟ تمام عادي. الف مبروك كابتن. ايه اللي بتتمناه او ايه اللي بتطلبه من الدوله انها تقف جنب كابتن محمد، خصوصا عرفنا مش هنقول انك انت يعني راجل اجتهدت جبت لمصر 3 ميداليات، فايه اللي تطلبه من الدوله دلوقتي؟ حق الدوله عليك اللي تجيب لك يعني. حقها بس عاوز شغل، شغل ايه يعني؟ عاوز مثلا يعني اي شغل ولا وظيفه حكوميه؟ لا طبعا اكيد حكومية، لازم تكون وظيفه لا حكوميه عشان لا لازم تساعدك. تبقى حكومية طبعا. يا ريت والله، يعني ان شاء الله نتمنى في الفتره اللي جايه ان كل المسؤولين والسيد المشير عبد الفتاح السيسي والسيد ابراهيم محلب والمهندس خالد عبد العزيز، انا عارف انهم طبعا يعني متابعين كل شيء، فلما يكون بطل زي ده جاب لمصر 3 ميداليات وفرح مصر فعلا وحدث يمكن ما بيقلش عن قناه السويس، يا ريت نداء كابتن محمد احمد حمود يوصل للمسؤولين وتكون فرصه عمل محترمه. بشكر حضرتك. ترجمة